بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم معاكم عن روشتة متكاملة لعلاج القولون العصبي وعلاج جميع الأعراض الناتجة عن متلازمة القولون العصبي. الروشتة دي المريض مش هياخدها كلها، لكن في أدوية رئيسية لازم تتاخد، وفي أدوية هتتاخد على حسب الأعراض الموجودة عند المريض. هنبص بسرعة على الروشتة. اول حاجه هنشوفها هنشوف الاعراض. ايه الاعراض بتاعه القولون اللي ممكن المريض بيجي لنا بيها؟ زي المغص، زي الانتفاخات والغازات وكركبه في البطن وامساك، وممكن يكون في اسهال او امساك بيعقبه اسهال وعسر هضم، وممكن كمان بيبقى معاهم ضيق في التنفس والم في الصدر. دي مجمل او اغلب اعراض القولون العصبي، وممكن تظهر أعراض مختلفة، وممكن تكون الأعراض شديدة بتحرم المريض من الأكل المنتظم، وبتحرمه من النوم، وأحيانا بتحرمه من الحركة، وممكن الأعراض تكون بسيطة بتظهر بس بعد الأكل. دي الأعراض. طيب يلا بينا نستعرض مع بعض الأدوية اللي هنعالج بيها. بالأدوية دي احنا مش هنسكن بيها الأعراض، لكن احنا هنعالج بيها متلازمة القولون العصبي، وهنحاول نحسن حركية القولون وحركية الجهاز الهضمي ككل علشان تتم عملية الهضم والامتصاص والإخراج على أحسن وجه. هنقرأ الروشتة مع بعض. أول صنف هو الانتيروجيرمينا بوتيل، انتيروجيرمينا بوتيل. تاني حاجة ليبراكس أقراص. تالت حاجة دوسبتالين ريتارد أقراص، أقراص دوسبتالين ريتارد 200 ملي جرام. رابع حاجة جاستريك 200 ملي جرام. خامس حاجة سبازمو دايجستين. سادس حاجة الجاستروبيوتيك 200 ملي جرام أقراص. دي روشتة غطت كل أعراض القولون العصبي، وهنشوف كل ركن فيها بالتفصيل، وكل عنصر فيها هنشوفه بالتفصيل، وإيه البدائل على حسب الأعراض. هنرجع للروشتة ونشوف رقم واحد معانا هو الانتيروجيرمينا. ايه الانتيروجيرمينا ديت؟ دي علبة فيها 10 ازايز صغيرين بتحتوي على حاجة اسمها البكتيريا النافعة او البروبيوتيك. يمكن كل 5 ملي من الانتيروجيرمينا ديت بتحتوي على 2 مليار من البكتيريا النافعة. طب ايه قصتها الانتيروجيرمينا ديت او البروبيوتيك؟ احنا زي ما احنا قلنا دي عبارة عن بروبيوتيك او بكتيريا نافعة مفيدة، ودي جزء من مكونات الفلورا المعوية اللازمة لعملية الهضم والامتصاص في القولون، واللازمة لعمل القولون. والبروبيوتيك دي بتستعيد التوازن للبكتيريا المعوية، ولانها بكتيريا نافعة فهي بتمنع تكاثر وازدياد البكتيريا الضارة المختلفة في القولون. واحنا غالبا بنستخدم البروبيوتيك لعلاج الاسهال الناتج عن مشاكل الفلورا المعويه وعدم اتزانها، والناتج عن زياده البكتيريا الضاره. بندي البروبيوتيك دي علشان نستعيد الاتزان للفلورا المعويه اللي اتغيرت اثناء الاسهال. احنا بندي هنا بروبيوتيك، او بندي العنصر الاولاني معانا اللي اسمه انتيروجيرمينا. الجرعة بتاعت الانتيروجيرمينا بنشرب ازازة كل 12 ساعة، ده للكبار. اما للاطفال فبنشرب ازازة كل يوم او كل 12 ساعة على حسب شدة الحالة. انتيروجيرمينا بتحتوي على بكتيريا مفيدة اسمها باسيلس كلاوس سبوريس، وزي ما قلنا كل 5 ملي بيحتوي على 2 مليار من هذه البكتيريا. احنا عندنا في مصر اسمها الانتيروجيرمينا وليها شويه بدائل هقولها لكم. احنا بنقوله احنا بناخد البروبيوتيك ونشوف موجوده في الوطن العربي اسمها ايه. في بدائل الانتيروجيرمينا في مصر او البروبيوتيك زي ايه؟ زي حاجه اسمها لاكتيول فورت اكياس او كبسولات. لاكتيول فورت اكياس، وفي منها ايه؟ كبسولات. لاكتيول فورت اكياس الكيس بيحتوي على 10 مليار من البكتيريا اللي اسمها لاكتوباسيلس، اما الكبسوله فبتحتوي على 5 مليار من هذه البكتيريا. زي ما قلت لكم احنا نشوفها في الوطن العربي البروبيوتيك اسمها ايه عندكم ونستعين بيها. وجرعه اللاكتيول فورت
كبسولة مرتين يوميا أو كيس كل يوم، وبرضو بنزود الجرعة على حسب شدة الحالة. في بديل تاني عندنا اسمه التوبرو، وده الجرعة بتاعته كيس على نص كوباية مية مرتين في اليوم. دي كلها اسمها بروبيوتيك، سواء الانتروجيرمينا سواء اللاكتيول فورت أو التوبرو. دي عبارة عن بروبيوتيك أو بكتيريا نافعة بتعيد التوازن للجهاز الهضمي وبتمنع الإسهال وبتمنع أعراض القولون المختلفة من غازات ومن انتفاخات. الجرعة اليومية من البروبيوتيك بصفة عامة حوالي 10 مليار بكتيريا أثناء العلاج. وعلشان نعرف وعشان ما تراجعونيش في الموضوع ده، البروبيوتيك مش علاج نهائي للقولون، ولكن هو علاج مساعد مهم بيضاف لحاجات تانية أخرى لعلاج القولون، يبقى هو لوحده مش هينفع لكنه علاج مساعد لأعراض القولون العصبي. نرجع للروشتة الأصلية ونشوف تاني نوع. تاني نوع هو الليبراكس، وده أقراص مضادة للمغص ومهدئة للأعصاب ومهدئة للقولون. أقراص الليبراكس بتحتوي على مادتين، المادة الأولى هي كليدينيوم بروميد، ودي مضادة للمغص المصاحب للقولون وباسطة للعضلات الملساء، وبالتالي بتهدي تشنجات القولون. والمادة الثانية هي كلور ديازي بوكسايد، ودي مادة مهدئة للأعصاب ومهدئة لتشنجات وتعصب القولون. والبراكس الجرعة بتاعته بناخد قرص قبل الأكل 3 مرات يوميا. والبراكس علشان بيقلل من حركية الجهاز الهضمي، فإحنا غالبا بنوصف البراكس لمرضى القولون المصحوب بإسهال، يبقى القولون العصبي لما يكون مصحوب غالبا بإسهال بندي البراكس. وفي بدائل للبراكس في السوق زي كليديا سبازم وكلوكسيد، وفي شبيه له برضو بنفس الفكرة اللي هي وجود مادة مضادة للمغص ومادة مهدئة للأعصاب ومهدئة لتشنجات القولون، لكن المكونات مختلفة، زي كلوفيرين A ده بيحتوي على مادة ميبيفيرين المضادة للمغص ومادة كلور ديازي بوكسايد المهدئة. وجرعة كلوفيرين A قرص قبل الأكل بتلت ساعة 3 مرات يوميا. ايه من البدائل التانية؟ في كولونا، مشهور جدا كولونا، ده بيحتوي برضو على مادتين، مادة مضادة للمغص اللي هي ميبيفيرين، ومادة تاني مهدئة للأعصاب ومهدئة لتشنجات القولون هي مادة سولبرايد. طب جرعة كولونا ايه؟ قرص قبل الأكل بتلت ساعة 3 مرات يوميا. ديت فكرة البراكس اللي هي مادة أو عقار بيحتوي على مادة مهدئة مع مادة مضادة للمغص، لكن ممكن نستخدم المهدئات الآمنة للأعصاب زي مثلا أميبرايد 50 ملي جرام، وده بيتكون من مادة اسمها أمي سولبرايد. العقار اسمه ايه؟ أميبرايد 50 ملي جرام، وده أصلا بنستخدمه في علاج حالات الهوس والهياج ثنائية القطب المصحوبة باكتئاب. لكن الجرعات الصغيره من أميبرايد اللي هي 50 ملي جرام او حتى 100 ملي جرام في اليوم، الجرعات الصغيره ديت مفيده في علاج القولون العصبي وايضا في علاج الغثيان. والجرعه بتكون على حسب حاله المريض، فلو تشنج وتعصب القولون شديد الجرعه بتبقى قرص مرتين يوميا، لكن لو كانت الحاله بسيطه بندي قرص كل مساء من أميبرايد 50 ملي جرام. وفي بديل اخر امن مهدئ للاعصاب ومهدئ للقولون هو دوجماتيل فورت 200 ملي جرام، وده عباره عن ماده سولبرايت، وده بيتاخد بجرعه نص قرص مرتين يوميا او ممكن قرص واحد كل مساء. دي المهدئات الامنه للقولون ومهدئات الاعصاب اللي بتهدي تشنجات القولون. نرجع للروشتة ونشوف العنصر الثالث، هنلاقي مضادات المغص ومضادات تقلصات العضلات الملساء للقولون. زي ايه؟ زي دوسبتالين ريتارد 200 ملي جرام، دوسبتالين ريتارد 200 ملي جرام كبسول، وده عبارة عن مادة ميبيفيرين المضادة للمغص واللي بتعمل ارتخاء وانبساط للعضلات الملساء في الأمعاء، وبالتالي بتقلل تشنجات القولون وبتحسن من حركية القولون وبتقلل من الإفرازات الحامضية للمعدة. والجرعة بتاعت دوسبتالين ريتارد كبسولة قبل الأكل بتلت ساعة مرتين يوميا. دوسبتالين ريتارد ده موجود في معظم الوطن العربي، وله بدايل في مصر زي كلوفيرين اس ار 200 ملي جرام برضه جرعته مرتين يوميا، وفي برضه
بديل اخر هو كولوس بازمين فورت، ده تركيزه 135 مللي جرام، عشان كده نديه قرص قبل الاكل بتلت ساعه 3 مرات في اليوم. بدايل ديسبتالين ريتار هو كولوفيرين اس ار وكولوس بازمين فورت. في حاجات بدايل شبيهه كمضاده للمغص ومضاده لتقلصات العضلات الملساء في القولون، زي ايه؟ زي سباس كولون. سباس كولون اقراص بناخده مرتين او ثلاث مرات يوميا، وليه بديل اللي هو اسبازمو بينافير اقراص. نرجع من تاني للروشيتا ونشوف رقم اربعه. رقم اربعه اسمه ايه؟ جاستريك 200 مللي جرام. جاستريك 200 مللي جرام اقراص، في منه اقراص وفي منه امبولات. الامبولات بنستخدمها للحالات الطارئه كعلاج لمده يوم يومين، لكن الاقراص بنستخدمها للعلاج طويل المدى. بيتكون من ماده تراي ميبيوتين، بنستخدمه كمضاد للمغص ولتحسين حركيه القولون والجهاز الهضمي، وبيساعد بشكل فعال في التخلص من الانتفاخات وعسر الهضم والامساك. وجاستريك على عكس الابراكس، جاستريك يفضل استخدامه مع القولون العصبي المصحوب بامساك. احنا من شويه قلنا الابراكس يفضل استخدامه مع القولون العصبي المصحوب باسهال، لانه بيحسن عمليه الاخراج. جاستريك بيحسن عمليه الاخراج. جرعه جاستريك قرص قبل الاكل ثلاث مرات. جاستريك عشان اخواننا في الوطن العربي ليه بديل اجنبي موجود في معظم الوطن العربي اسمه ديبريديت 200 مللي جرام اقراص. نرجع للروشيتا ونشوف رقم خمسه، هو سبازمو دايجستين. سبازمو دايجستين وده مهضم وفاتح للشهيه، وما نقلقش من كلمه فاتح للشهيه، ده هو حاجه بتهضم الاكل فبتخليك تاكل من غير ما تخاف من عسر الهضم. سبازمو دايجستين نستخدمه لعلاج عسر الهضم والامتلاء والانتفاخ، بيحتوي على مواد مضاده للمغص، وبرضه بيحتوي على انزيمات هاضمه بتساعد المعده على الهضم الجيد للسكريات والهضم الجيد للنشويات وهضم الالياف وهضم كل العناصر الغذائيه. لانه لما الاكل بيتهضم كويس في المعده بينزل للقولون في ابسط صوره، بينزل سهل وبسيط وما يعملش عبء على القولون، وبالتالي عمليه الامتصاص تتم عمليه الامتصاص في الامعاء وتتم عمليه الاخراج ببساطه من غير ما تحصل اي مشاكل للقولون زي الانتفاخات وزي عسر الهضم او حتى الاحساس بالثقل وعدم الراحه بعد الاكل. كل ده دور المهضم اللي هو سبازمو دايجستين. طب الجرعه بتاعت سبازمو دايجستين ايه؟ قرص وسط الاكل ثلاث مرات يوميا. ايه البدائل بتاعت سبازمو دايجستين؟ في حاجه اسمها دايجستين بس من غير سبازمو، دايجستين، وده بيحتوي على انزيمات هاضمه فقط زي البابين وزي السنزيم، دي انزيمات هاضمه من غير وجود ماده مضاده للمغص. وجرعه دايجستين قرصين وسط الاكل ثلاث مرات يوميا. في بديل اخر لسبازمو دايجستين هو سبازمو امريس، ده يشبهه في المكونات وفي الجرعه. في بدائل ثانيه ممتازه ومهضمه وطارده للغازات والانتفاخات، وممكن تتاخد مع سبازمو دايجستين في نفس الوقت، يعني مش بدائل بديله لسبازمو دايجستين، لا، ممكن سبازمو دايجستين مع البدائل ديت. زي ايه؟ زي دايجست ايزي كبسول. دايجست ايزي كبسول، وده حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه. ده عبارة عن زيوت وأعشاب طبيعية، ده عبارة عن خلاصة النعناع وخلاصة الجنزبيل وخلاصة اليانسون وخلاصة الكاموميل وبعض الإنزيمات الهاضمة. ده علاج فعال جدا، ده جست ايزي، ده علاج فعال جدا لعسر الهضم والانتفاخ. بيتاخد كبسولة بعد الأكل مرتين أو ثلاث مرات يوميا. في بديل لدايجست ايزي بيشبهه بالظبط اسمه افتر ميلز كبسول، نفس المكونات تقريبا، وده بيتاخد كبسولة واحدة بعد الغداء كل يوم. نرجع للروشيتا ونشوف العنصر رقم 6، اخر عنصر في الروشيتا هنلاقيه هو المضاد الحيوي جاستروبيوتيك 200 ميلي جرام. ده عبارة عن مضاد حيوي بيحتوي على مادة ريفاكسيمين، وهنا احنا اضطرينا نستخدم خيار المضادات الحيوية ضد البكتيريا الضارة وخصوصا بكتيريا إيشيرشيا كولاي. بكتيريا إيشيرشيا كولاي دي ضارة بالقولون، بتفرز توكسينات او سموم ضارة بالجهاز الهضمي ككل، وبتؤدي للقولون المصحوب بإسهال. هنا بنستخدم جاستروبيوتيك 200 ميلي جرام قرص بعد الاكل 3 مرات في اليوم.
طيب في بدائل تانية للمضادات الحيوية؟ نعم، في بدائل زي ايه او بنستخدمها ليه؟ ده في حالة وجود بكتيريا ضارة بالقولون بتؤدي لزيادة اعراض ومشاكل القولون. في بديلين احنا بنستخدمهم، في سيبروديازول اقراص وفي تينيفلوكساسين اقراص. وده فكرة المضاد الحيوي هنا، انه بيتكون من مادتين، مضاد حيوي قوي زائد مادة مضادة للطفيليات، وده في حالة وجود طفيليات زي الاميبا مثلا اللي هي انتاميبا هيستوليتيكا، ودي تعتبر من البكتيريا برضو المتلفة للقولون. اول دواء فيهم اللي هو سيبروديازول اقراص، ده مضاد حيوي عبارة عن مادتين، سيبروفلوكساسين ده المضاد الحيوي المشهور زائد مادة مضادة للطفيليات اللي هي مترونيدازول. مترونيدازول احنا عارفينها موجودة في مادة الفلاجيل او دواء الفلاجيل. الجرعة بتاع السيبروديازول قرص بعد الاكل بساعتين مرتين يوميا. الدواء الثاني او البديل الاخر هو التينيفلوكساسين، وده بيتكون من مادتين برضو، سيبروفلوكساسين مضاد حيوي ومادة تينيدازول المضاد مضاد الطفيليات القوي جدا. واخر علاجين دول اللي هو السيبروديازول والتينيفلوكساسين بناخدهم لو كانت العدوى البكتيريا القولون مصحوبة بعدوى طفيلية زي الاميبا. طبعا زي ما احنا قلنا الاميبا متلفة لجدار القولون. دي كده روشتة متكاملة للقولون العصبي، ضمت كل الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج كل أعراض القولون. ده النظام الدوائي. أما النظام الغذائي فإحنا اتكلمنا عليه في فيديو سابق، أنا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، ومنتظر أي استفسارات منكم إن شاء الله هجاوب عليها بسرعة بإذن الله. اي سؤال او اي استفسار اكتبوه تحت الفيديو ان شاء الله، وانا هجاوب عليه باذن الله. مع اطيب الامنيات بالصحة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.